السلام عليكم متابعين الاعزاء، اتمنى تكونوا بخير. ازاي تعملي العيش الفينو ويطلع معاكي مظبوط وكمان مفرغ من الداخل؟ هنعمله النهارده بطريقه جميله جدا باذن الله هتعجبكم. في البدايه ما تنسوش تدعمونا باللايك والاشتراك في القناه، وما تنسوش كمان تفعلوا الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل الوصفات. ولو بتشوفوا القناه لاول مره هي بتعملوا جوله سريعه على محتوى القناه باذن الله هتعجبكم. شاركنا زي ما احنا شايفين مجموعه مختلفه من وصفات العشاء او الغداء، ممكن تجربيها بوصفات مختلفه للمعجنات باشكال جديده. وكمان القناه عليها مجموعه مختلفه ثانيه من الوصفات والحلويات، وكمان بنقدم على القناه اهم الاخبار المتداوله على السوشيال ميديا. فلو بتشوفونا لاول مره دي مجموعه من الوصفات اللي شاركناها مع بعض على القناه. اتمنى طبعا تعملوا جوله سريعه على محتوى القناه. ووصفه النهارده هنعملها بطريقه بسيطه جدا، يلا بينا على طول نسمي الله ونصلي على الحبيب المصطفى ونشوف وصفتنا عملناها ازاي. زي ما احنا شايفين محتاجين كوبايه من اللبن، واللبن بتاعي دفيته ما تسخنهوش جامد عشان ما يبوظ الخميره معاكي. كوبايه واحده من اللبن الدافي بنفس الخطوات حطيتها في البوله بتاعتنا، ضفت عليها رشه من الملح وهضيف عليها كمان بنفس الخطوات معلقه من الخميره. معلقه الخميره انا مزوده كميه الخميره شويه، ممكن هنا الوصفه دي زي ما حضراتكم شايفين في خلال نص ساعه بس الوصفه هتكون جاهزه معاكي بالتخمير بكل حاجه. بعد كده ضفت مقدار كمان معلقه من السكر، وهبتدي هنا اقلب المقدار كله مع بعضه بنفس الخطوات. في اضافتين كمان سوائل، انا كنت المفروض ضفتهم مع السوائل ولكن هنا انا هضيفهم بعد كده. بعد كده ضفت مقدار من الدقيق، وبعد كده بقى ضفتين السوائل دلوقتي هنضيفهم مع بعض. اول حاجه هنضيف الزيت، وهنا هناخد مقدار معلقتين بس من الزيت. حطيت هنا مقدار معلقتين من الزيت. بعد كده قلبت الخليط كله مع بعض بنفس الخطوات كده بالشكل بتاعنا. العجينه بتاعتنا لو نلاحظ طبعا لاحظت انها وانا بقلب ان هي طريه، هضيف بس شويه صغيرين كمان من الدقيق قبل ما نكمل عجن. ضفت هنا شويه كمان صغيرين من الدقيق قبل ما نكمل عجن. والاضافه السائله انا هنضيفها كمان هي معلقه من الخل، وهنا ما كانش عندي خل ابيض، ضفت هنا خل تفاح، ضفت مقدار معلقه واحده، الحقيقه بتديك نتيجه كويسه في العجين. بعد كده عجنت العجين لحد دقيق ما اختفى معانا بنفس الخطوات، وهنا خلاص هنا العجينه بتاعتك ما بتبقاش متماسكه جامد ولا سايله جامد، طبعا بتبقى عجينه متوسطه. بعد هنا ما الدقيق ما اختفى معانا، بعد كده ضفت مقدار معلقتين بس من الزبده، والزبده بتاعتك تكون طالعه من التلاجة. ضفت مقدار معلقتين من الزبده، وبعد كده عجنت بقى العجين بالزبده كويس وغطيت العجين وسبته يخمر. بعد العجين بتاعنا ما اختمر هنا شكلت العجين بتاعنا، خدت جزء من العجين وقطعته ليه حجم متوسط بالشكل بتاعنا ده. طريقه التشكيل النهارده طريقه مختلفه غير الطريقه التقليديه لعمل العيش الفينو اللي كنا من قبل كده بنلف رول ونعمله، ولكن هنا جربت الطريقه ديت في عمل العيش الفينو، العيش هيطلع طري معاكي وهيطلع مفرغ من الداخل، والنتيجه باذن الله هتعجبك. فبدناها بحجم متوسط بنفس الخطوات كده، وبعد كده بنبتدي نطبقها على بعضها، وبعد كده نبتدي بقى نظبط شكلها عشان الجزء اللي احنا قفلنا بيه يكون هو اللي تحت. ببتدي اقفلها بنفس الشكل كده، وببتدي بقى اظبط الشكل عشان تبقى زي العيش الفينو، وبضغط عليها ضغطه بسيطه وبسيبها شويه، وهعمل معاكم واحده كمان ونشوف الطريقه. ادي هنا شكلت هنا بنفس الخطوات كده، حجمها بيكون حجم متوسط، قفلتها هنا فرده بسيطه، بيكون هنا فرد متوسط، هي كمان بتبقى تخينه معاكي بتكون فرد متوسط. وبعد كده هقفلها زي ما عملت اول واحده. ببتدي كده اطبقها على بعضها بنفس الخطوات بالطريقه ديت. الحقيقه الطريقه دي جربوها باذن الله في عمل العيش الفينو هتعجبكم. ابتديت اقفلها، والجزء طبعا اللي فيه هو مكان التقفيل ده هخليه هو اللي تحت، وهظبط شكلها بقى زي ما ظبطنا اول واحده. ببتدي اظبطها كده واخليها هو اللي تحت، وبعد كده بخليها بقى تاخد شكل العيش الفينو بتاعنا. هناخد هنا العيش بتاعنا وهنحطه على صينيه الفرن، والافضل كمان ان انت ما تحطوهوش في الفرن على طول بعد التشكيل، سيبيه من ربع ساعه لنص ساعه يختم مره ثانيه عشان العيش بتاعك يطلع خفيف ويديك نتيجه كويسه. بعد هنا من ربع ساعه لنص ساعه دهنت وشه بخليط البيض واللبن، جبت مقدار بيضه عليها شويه من اللبن، عليها كمان حوالي هنا عبق شويه صغيرين خالص يعني رشه بسيطه من القهوه، وخلطتهم كويس. وبعد كده دهنت هنا الوش، وفي النهايه حطيت على الوش شويه من السمسم. وادي العيش بتاعنا حطيناه بقى في الفرن بعد ربع ساعه من التشكيل. ادي هنا كان مختمر معانا بعد ربع ساعه من التشكيل عشان يدينا نتيجه كويسه. وادي العيش لو نلاحظ طبعا ان العيش بتاعنا جاي خفيف معانا، بالاضافه كمان ان هيطلع طري ومفرغ من الداخل. ادي وصفتنا زي ما احنا شايفين خفيفه وجميله جدا، تقدري بقى تفتحيها وتحطيها لها اي سندوتشات، تحشيها اي سندوتشات جبن اي حاجه، النتيجه باذن الله هتعجبك. هنقطع كمان العيش بتاعنا ونشوفه. زي ما احنا شايفين الوصفه جميله جدا، جربوا الطريقه دي في عمل العيش الفينو باذن الله هتبقى طريقتكم المعتاده. اتمنى وصفتنا النهارده تكون عجبتكم، واتمنى ما تنسوش تدعمونا باللايك والشير والاشتراك في القناه، وانتظرونا باذن الله في وصفات جديده. والسلام عليكم ورحمه الله.